محمد صلاح ينشر تدوينة غامضة على انستجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ونشر محمد صلاح مقطع فيديو على انستجرام كتب عليه: معظم الناس يفتقدون لإرادتهم الحرة. وجاءت التدوينة الغامضة بعد انتشار أنباء بأن اتحاد جدة يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع صلاح مقابل 118 مليون جنيه استرليني، أي 138 مليون يورو، دون الكشف عن حجم الرسوم الثابتة والمكافآت. وكشف تقارير صحفية عن قيام اتحاد جدة السعودي لكرة القدم بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي. وكتب الصحفي الإيطالي رودي جاليدي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية عبر حسابه الشخصي على تويتر: إن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة سيكون صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي. نتمنى التوفيق للنجم الكبير محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.